بسم الله الرحمن الرحيم. حبيت أشكر سيدي صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد على دعمه لسباق القفال في النسخة 32، وطبعا طال عمره أنه يكمل مسيرة المنظور لحمدان بن راشد مؤسس سباق القفال. واليوم نحن نجتمع مع اللجنة لاستعداد السباق وجاهزيته النسخة إن شاء الله 32. أتوقع أن المحامل كلها جاهزة بعد سباق دلمة. النواخذ مهتمين بالحدث، حدث سباق القفال يعتبر من السباقات المهمة، فالله يوفقهم إن شاء الله، وإن شاء الله أنه يكون يعني ملحمة وسباق طيب تتوفق فيه اللجنة المنظمة. نعم، الفرق هي تجهيز يكون يعني طيب، التعاون بين النواخذة لإسهال عملية السباقات. فالفرق هي يعني من التعاون وشباب أنتجوا، فالحمد لله والشكر، وما في قصور باقي الاخوان، وكلهم مجتهدين وكلهم ان شاء الله يعني مستعدين لسباق القفال، والله يوفقهم ان شاء الله. نعم، نحن اليوم نجتمع نادي دبي البحري لنوضع الخطه ولنضع النقاط لجاهزيه للسباق عشان يطلع السباق بافضل صوره، واختار اليوم المناسب بحكم الطقس اليوم المتغلب، فان شاء الله ان اللجنه تتوفق في انطلاق السباق ان شاء الله.